صباح الخير، وعسى أيامكم كلها سعادة وحب ووئام، عسى أيامكم كلها نهضة. ولكن في ناس العكس تماما، يبونكم تعسى محبطين، ما فيه شر بهالبلد، ما فيه معصية بهالبلد ما يذعونه. كل معصية إلا يحطون عليها فوكس ويكبرونه ويزينونه ويقدمونه لكم. هذه المعاصي وهذه المآسي وهذا الإحباط وهذا البلد الخراب، صورونا وصوروا المجتمع وصوروا السعودية إننا أسوأ الناس، وصورونا إننا على كلنا معاصي والبلد كلها معاصي وكلنا مقبلين الهاوية كلنا. وش نسوي فيهم هذولا؟ وللأسف أنا أسميهم هذولا مشائخ أو أشخاص أو مثقفين أو أدباء المعاصي والمآسي، حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني إذاعي فعلا بتويتر، إذاعي بسناب، إذاعي بكل شيء، بالحات الوات، إذاعي للباطل والمنكر، مع أنه في شيء عندنا كثير حلو. وعمر بن الخطاب يقول: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره. ليتهم يهجرون الباطل، هم لا إذاعي ينفخون نفخ، وأحيانا يركبون مقاطع، مقطع على مقطع وصورة على صورة، ويطلعوا لك باطل عظيم جدا. في حايل صار في حفل كم يوم حايل، اوكي، راحوا قطعوا مقاطع من برا السعوديه او من داخل السعوديه مدن اخرى، وناس تشيش والعاب، وركبوها مقطع قالوا هذا اللي ساير بحايل. لا، وظفوها كيف؟ وظفوها سياسيا. ابنشر لكم الان، ابحط لكم تويته وشوفوا اللي تحت، يعني حاطين المنكر وازاله المنكر، وتحت ايش؟ سياسي، خدمه سياسيه، ان الشعب يطالب بكشف مصير الشيخ العودة. طبعا المشهد مركب عليه مقاطع كثيرة مو منه، أنا ما بري القائمين، قد يكون هناك في ملاحظات، قد يكون فيه، ولكن إذا كان فيه في إصلاح، في شكوى، شلون تواصل معهم وكيف تغير الباطل، فيه طرق كيف تغير موجودة ومسموح لك، وفيه هيئة وفي شرطة موجود، ما في مشكلة. هم بس نشر إشاعة الفاحشة وتصور إن السعودية وإننا يعني بقمة الانحلال. يعني صراحة اللي يشوف بعض المقاطع يقول خلاص حنا بالسعودية، خلاص دعارة دعارة بالشوارع. يعني في ناس 1000 يصلون بالمسجد، في واحد نقض الوضوء طلع يصورون اللي نقض الوضوء هذا. طيب يا أخوي، وهالناس اللي تصلي تقشر بصل، والناس يلا رتويت حالة واتساب ورسائل، هذا ما همهم إلا إننا مفسدين والشعب مفسد وحنا كلنا على باطل. لا، الموضوع ما هو كذا أبد. في مشاريع تنموية قادمة عظيمة جبارة تخدم الإسلام والمسلمين والنهضة بالأمة ومسابقة الأمم الأخرى لتحقيق النهضة. ما راح أطول وراح أختم بالآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذا كنت تنشر الباطل هذا فأنت محب له، وإذا كنت تحب الخير والدين أمت الباطل بهجره، اهجروه واتركه. وفي 1000 طريقة وطريقة للإصلاح والتعديل، في 1000 طريقة وطريقة. مشاعة الفتنة وضد الدولة والمشائخ، بس إنك تثير العالم والجهال، عندنا جهلي أقرب شيء، وتثير العاطفة أثرتهم. فالآن أنت محب لنشر الفاحشة فانتبه.